فيها لمساحة طبية، كثير مننا بيعاني من الشرود نتيجة الانشغال بموضوع، وبالحالة الطبيعية بيستمر لمدة دقائق، أما إذا استمر لوقت أطول فهذا مؤشر من مؤشرات حدوث مرض نفسي. سلمى، أكيد وراء هالحالة مجموعة من الأسباب بتختلف من شخص لآخر، هالأسباب أيضا وطريقة علاجها رح تكون محاور فقرتنا على اليوم مع الدكتور ناصر الحسن، الأستاذ في جامعة دمشق وأخصائي في الأمراض العصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. بالبداية بس حابين نعرف من حضرتك شو بنقصد بالشرود الذهني؟ أول شيء ما بينتج عنه أي أمراض نفسية الشرود، والشرود هو حالة عامة لكل البشرية، كل إنسان عنده نوع بشرود، حالة طبيعية، صغير ولا كبير ولا طفل ولا عجوز، في عنده نوع بشرود. فنوع بالشرود هي عبارة عن حالة من حالات الدماغ، اضطرابات وظيفة الدماغ بلحظة من اللحظات. وهون لازم نميز بنوع بالشرود إذا كانت قصيرة الأمد ولا طويلة الأمد، أول شيء. ثاني شيء تكرارها، ممكن نوبة الشرود تحصل مرة بالساعة، ممكن مرة باليوم، وممكن 20 مرة بالساعة. الفترة اللي بتدوم فيها نوبة الشرود مهمة جدا، إذا تجاوزت 3 ثواني ولا أقل من 3 ثواني. طبعا هاي نحن ما فينا نراقبها إلا على التخطيط، تخطيط الرأس، تخطيط الدماغ، أوكي. لحتى نشوف وظيفته. إذا استمرت أكثر من 3 ثواني ممكن صارت تستمر لخمس دقائق، ساعتها بنقول إنه في مشكلة، صرنا دخلنا بشيء اسمه النوبة الصرعية. هاي النوبة صارت نوبة غيبوبة، مثل اللي بيوقعوا تماما، هذا اسمه صرع. صرع بالمعنى العلمي وليس بالمعنى العامي، لأنه بيقولوا عن شخص مصروع كأنه مجنون، لا أبدا، هي حالة من حالات النوب للدماغ لا أكثر ولا أقل، وما لها علاقة بالأمراض النفسية بتاتا. نعم، هي خارجة عن، فالنواب الشرود بتصيب الكبار والصغار، وهون عم بدي أحب ميز عند الصغار شلون ممكن تكون وشو مساوئها عند الكبار. عند الأطفال نواب الشرود ممكن تكون تكرارها عالي، وممكن تكون سبب بقلة دراستهم، قلة انتباههم. وفي شيء مرافق لنواب الشرود، لأن هي نوع من أنواع الصرع، بيصير شيء اسمه غياب الذاكرة الراجع. يعني الطفل بعد ما بتجي نوبة الشرود ممكن النص ساعة اللي كانت ما قبل نوبة الشرود ينساها تماما، أبدا، بصير زهايمر وكأنه غير موجودة كانت. تمام. فهاي أحد المساوئ بالتعليم، أنه ممكن لازم نلاحظها عند الأطفال هاي، وعلاجها ممكن يعني بشكل بسيط، ما هو نعم. الشغل الصعب. نعم دكتور. طبعا هون أنا استفزني موقف أحد المحطات المضللة بسميها، حتى علميا اصبحوا يضللوا، تناولوا هالموضوع هذا كثير بنوع من انواع يعني لا علميه، واعتبروها احد الافات التربويه. انه هذا الام بتدلل الولد شوي، الاهل بيصيروا نعم. يعني بيغنجوا شوي زياده، نعم. بتروحوا بالشوط، هذا غير حقيقي. يعني دكتور هذا اللي بدي احكي انا وياك عنه، هن عم يرجعوها للتربويه، ولكن اسباب الشرود الذهني هل تكون وراثه، او هل تكون هي احيانا الجنين ببطن امه بيعاني من نقص اكسجين او شيء؟ نوع بالشرود هي عباره عن خطا وظيفي للدماغ، وهي من الاخطاء اللي متواتره للدماغ. احد اخطاء ومواصفات الدماغ انه عنده اخطاء، يعني من الولاده، هاي احد اخطاء. اسبابه؟ طيب دكتور، أسبابها هي موجودة عند كل الناس، فما في هون سبب، لأنه موجودة عند كل الناس، معناها هذا خطأ من خلال الدماغ نفسه. في شيء محفز إلى، طيب فينا نقول؟ أكيد الإرهاق أكثر شيء محفز له، بزيد نوع بالشرود أو بطول بفترته. نعم. طبعا خطورة عند الأطفال مثل ما حكينا الدراسي أكثر شيء، عند الكبار بسوق سيارات هي 99% سبب الحوادث. فاصلة 9 فاصلة 9 هي سبب الحوادث السيارات نوع بالشرود. صحيح. طبعا مثل ما قلنا بتزيد بالإرهاق الشديد عند الناس الكبار بالعمر. يعني دكتور خلينا نقول الطفل، نحكي عن الطفل يلي هلا عم يقدم امتحان، او اللي عم يدرس، او يلي هو بالمدرسه وما بيحب المدرسه، اي احيانا خوفه مثلا من المدرسه، او خوفه من انه ما يجيب علامات بتؤدي للشرود الذهني. تماما. حكيتي عن الخوف من المدرسه، هذا اصبح اضطراب سلوك. اختلف تماما. هون صف اضطراب سلوك، وهذا موضوع تربوي بحت. تمام.
اللي هو ممكن يدخل علماء الاجتماع بهالموضوع وهون حصل الخلط اللي الرهاب عليه. يعني اللي هو الخوف ممكن يكون هذا موضوع تربوي بحت. اما نواب الشرود هي نوع من انواع اضطراب الوعي الادراكي اللي هو الانسان بلا ما فينه يستجيب لشيء، وقت بتكون حاصل نوبة الشرود الانسان بغيبوبه كامله. تمام دكتور، بعض الناس بتخلط بين مفهوم الشرود ومفهوم اليقظه، احلام اليقظه، بيقول لك انه هذا عم يحلم احلام يقظه. الاحلام اليقظه موضوع اخر تماما. نعم، انه هل مرتبط مثلا فيه؟ هلا ابدا ما له علاقه فيه بتاتا. طالما الانسان عم يحلم وهو حلم يقظه مثل ما بنحكي، معناها في شيء عم يفكر فيه. معناها الوعي الادراكي لساته شغال. نعم، وهو بعيد تماما البعد عن الشرود. الشرود وكانه غياب عن الوعي، يفصل فيها البني ادم غايب عن الوعي تماما. عن الوعي تماما. نعم، يعني يا دكتور خلينا نحكي في حال صارت هي مثل ما قلت انت بالشرود الذهني هو بدرجات متفاوته في شيء طبيعي. بس هو النقطه اذا الانسان شرد بموضوع يعني عم يفكر فيه هذا مو شرود. نعم نعم، وإن هذا عم يفكر بموضوع اخر. نعم نعم، يعني الشغلات المتفاوته اللي حكيت عنها دكتور في حاله تفاقمت مثل ما قلت وادت الى نوبه الصرع اللي حكيت عنها بصير بدها علاج. لا، حتى نوبة الشرود بدها علاج اذا كانت نتائجها سلبيه، مثلا عند الاطفال مثل ما حكينا غير قادر يتعلم، هذا الطفل انتباهه منخفض جدا وعنده غياب بالذاكره بعد نوبة الشرود، فهذا لازم نعالجه لانه ما ممكن يتعلم بالدواء، وبكون مقصر عن رفقاته كثير بالدواء طبعا. طيب دكتور، كيف ممكن نعرف انه هلا هذا الطفل تحدى المرحله الطبيعيه اللي موجوده عند كل الاشخاص، اللي ممكن مثل ما قلت انه هي حاله موجوده عند كل الناس باختلاف اعماره؟ كيف انا بقدر اعرف انه هي الحاله ما عادت طبيعيه، انا صرت بحاجه لمراجعه طبيب، صرت بحاجه لمعرفه الاسباب يمكن لحتى بلش كمان بالعلاج؟ تماما. هلا عند الاطفال بدنا ننتبه على الاطفال اللي عندهم مشكله بالدراسه والتعليم. هدول اكيد لازم يراجعوا طبيب لحتى يشوف انه هل ترى هو سبب الشرود ولا في اسباب اخرى. تمام. عند الكبار اذا تكررت الحوادث عنده، واحد كل كام شهر بيعمل حادث سياره، هذا لازم يراجع طبيب. الله ينجينه. لانه صفى في اكيد عنده مشكله بالشرود لحتى عم يعمل الحادث. صحيح. تمام. يعني الشرود الذهني مثل ما قلت هو شيء طبيعي موجود عند كل العالم، خاصه من خاصيات الدماغ. نعم، في حال مثلا يعني صار تفاقم هذا الموضوع او قبل ما يتفاقم كان بدرجات قليله، هل العلاج مثلا قبل الدواء ممكن يكون في علاج ثاني قبل الدواء، ولكن ولا بس الدواء حصرا هو اللي بيعالج الشرود الذهني من نفسه؟ هاي النقطة أساسية، إنه هذا الموضوع برجع بأكد عليه إنه ما له اضطراب سلوك. وموضوع التربوي ما بتدخل فيه بتاتا، وإنما هذا عبارة عن اضطراب وعي إدراكي، يعني ما ممكن نسيطر عليه إلا من خلال الأدوية أو العلاجات الثانية اللي ممكن تخفف من الشرود. في مجال النبضات المغناطيسية ممكن تساعد بهالموقف هذا. نعم. أما الموضوع تربويا ما بيقدم ولا بيأخر بتاتا، ننصحه ندلله ما في شيء، نحط له شخص جنبه، نحط له شخص جنبه ما في شيء. إذا عم يسوق بينبهه ولا بده يضل شارد؟ قلنا هاي غياب وعي كامل. يعني بالعامي فصل. والله هيدا مصيبة. فصل هذا الإنسان. تماما. طبعا إذا استمرت أكثر من 3 ثواني مثل ما حكينا بالبداية، هاي بتؤدي لنواب الغيبوبة اللي بتستمر 5 دقائق. غايب عن الوعي هذا خالص. نعم. طيب دكتور، بعض الناس بيقولوا انه بعض انواع الرياضه مثل اليوغا وغيرها بتساعد الانسان على صفاء الذهن وعلى التركيز، هل فينا نعتبر هيك شيء ممكن يفيد الشخص اللي عم بيعاني من شرود ذهني؟ يعني كدراسه اذا سمعت عنها او شيء. ما بقدر احدد اذا لها تاثير ولا لا. شو الشيء اللي ممكن يريح الانسان مثل ما قلت انت كمان الظروف والتوتر ممكن الإنسان. بيزيد تكرار النوب وممكن تطول فترته. الإرهاق الجسدي. تمام. ممكن الإرهاق الفكري كمان ممكن يزيد الفترات تبعه. نعم. يعني دكتور دائما أنت شو بتنصح يلي بيتعرضوا لحالة الشرود الذهني؟ مثلا هلا عم يسمعونا وهن بيعرفوا إنه بيتعرضوا. أنا قاعد معكم شرط مرتين. لأنه حالة طبيعية أكيد، فأنت دكتور شو بتنصح يلي بيشرد بشكل كتير كبير او يلي بيلاحظ
شروده اللي عم يتعالى، شو بتنصحه مثلا يكون هذا ينام منيح ما يحاول يسهر؟ لا، اهم شيء ما يوضع نفسه باماكن خطره. مثل قياده السياره، الاقتراب من الات خطيره، او اماكن خطيره ممكن يوقع منها او شيء. هاي اللي لازم يدير باله عليها. أكيد يعني دكتور، نحن كتير سعيدين بوجود حضرتك معنا اليوم وبهي النصائح اللي قدمتها. الدكتور ناصر الحسن الأستاذ بجامعة دمشق وأخصائي بالأمراض العصبية، نشكر وجود حضرتك. شكرا كتير. أهلا وسهلا فيك، وشكرا لك وشكرا للنصائح اللي قدمتها، ويسعد صباحك.